وشرف مي معكم فؤاد فليكس، واليوم معنا واحد الشيخ اللي يعطينا فتوى في رياضة كمال الأجسام وغيفيدنا كاملين في أوضن صغيرين سابدو كاملين. تفرجوا فاش تاكل تشوليك بيت بيت هكاك وحق الله شي كاع هذوك الحداده الا تلقاهم شي جوج وحدين تلقاو في العلاقات الجنسيه ضعف مع عيالاتهم عافيك الجنسيات ديال والله العظيم وسير انت صحاح انا اللهم صحاح من التحت وانا صحاح اخر من الفوق واخا مربع الراس تصنت معايا مزيان حتى انا غنفيدك من زغبك الله وهضرتي كنتي تعرف تهضر بعدا واخا تفرج روني كولمان اسطوره كمال الاجسام هاد الاولاد هادو منين جابهم من امازون وقال اشتراهم من امازون واخا جيريمي بوندي مني خدا هاد البنيه وقال خدا من علي اكسبريس واخا فليكس لويس مستر اولمبي خدا من خدا وقال هاد البنيه هادي من شين وقال وهاد اللاعب العراقي معروف وقال في كندا تبارك الله البنيه وقال وقع في الجوطيه وقال خدا عند الفراشه اجي الحلايق انت صانع محتوى عام كتهضر على اي حاجه حزرك لا لقيتيها كتهضر عليها صانع محتوى عام. تعطس غدا يهضر عليك اجابك رياضه كمال الاجسام رياضه كمال الاجسام عندها ناسها سواء الناس اللي فاهمين واللي ما فاهمينش وحنا قادين بعضياتنا وبراسنا حنا كننتقدوا بعضياتنا الا غلط بنادم كنمشيو نجيبوا له براهين وكنحطوهم ليه وكنناقشوا معاه انت بعيد على هادشي من تبغي تهضر حط عقراي ديال الهرمون ولا شي حاجه جات معاك حط مكملات دابا هنا ناس ما عارفينش في اللعبه دراري ما عارفينش غتفهمهم شي حاجه اللي هي ما كايناش وغيتوارثوا ابا عن جد وغيوليو المكملات كيديروا العقم الا كليتي كرياتين صايم ما قدرتش نقولها راه الناس فاهمين شنو هي اش نحط لك فيتامينات ومعادن هنا وغنحط لك مكملات كرياتين بيتانالين سيترولين واي بروتين الى اخره هنا وغنحط لك هرمون هنا اجي ركز معايا واخا هاد الكاتيجوري ديال المكملات والمعادن نقدر نحطها مع المكملات ولكن انا غنفرق لك هادشي هذا باش نفهمك باش ما تبقاش تلاع على شي حاجه ماشي ديالك الفيتامينات والمعادن كنستعملوهم على اساس انها تفيد الجسم ديال اللاعب كمال الاجسام باش تعطيه واحد القدره وتنشط الجهاز العصبي وتعطي بزاف الامور اللي ما كنقدروش ناخذوها من الاكل كل نهار حيت بزاف على اللاعب كمال الاجسام انه يبقى يصرف كل نهار بنفس الكيفيه بنفس الكم باش يقدر يوصل لذاك النيفو اللي بغاه فكيستعمل فيتامينات وهذوك الفيتامينات الا خداهم بجرعه زايده على القياس تقدر تادي وتفرعوا حتى في المدارات البوليه متفقين يعني ها هما فيتامينات كيفيدوا الناس ولكن الا خديتيهم بعشوائيه اكثر من القانون غيادي الا جينا نهضروا على المكملات ككرياتين كبروتين الى اخره هادو كنكملوا بهم السعرات الحراريه ديالنا حيت لاعب كمال الاجسام كيحتاج واحد السعرات حراريه من 3000 ل 4000 على حسب الهدف ديالو كان سواء كان التضخيم او التنشيف كما قلنا على الفيتامينات ما يمكنش يبقى يصرف نفس المصروف فكيحاول ما امكن يقتصد على جيبو شويه بالمكملات باش يكمل الاحتياج اليومي ديالو من السعرات الحراريه ديالو باش يقدر يوصل لواحد الحجم عضلي مزغبك الله كتي تمشي عاد تقرا شويه اش قربك لعند هاد الناس ديال كمال الاجسام اجي نقرك على الحاجه الثالثه الهرمونات واحد الحاجه اللي سلاح ذو حدين كتعطيك فورمه زوينه والحياه والمتعه ولكن كتدمرك في شي حوايج ولكن الدمار ديالها فين كيتجلى كيتجلى في العشوائيه اللي قلنا على المكملات والفيتامينات علاش كاين ناس بحال هادو اللي شتيهم دابا ديال ميستر اولمبيا اللي اكثر من 25 و 30 عام في اللعبه بحال جيكيتلر خرج سالم من اللعبه بحال فيليت الحمد لله خرج مع حد ساعه مزيان مزوجين عندهم ولادهم هادو تعاملوا مع الهرمون بواحد الطريقه سلسه كان عنده دكتور كان عنده كوتش كيحاول يوصل لواحد الحاجه ويدير التحاليل ديالو في كل فتره حليل حسب شي حاجه فما غاديش نقول اننا كنحلل لهم هادشي كنقول حلال وانما غادي نشرح لك باش ما تبقاش تمشي بعيد اما الناس راه عارفين اللي فيها هاد الناس اللي تعاملوا بواحد المنهج صحيح خرجوا من اللعبه باقل الاضرار حيت الاستعمال الطويل كاين الريس كاين الريس ولكن خرجوا باقل الاضرار على اساس انهم كيتعاملوا بواحد المنطق عقلاني دكتور ما كاينش العشوائيه وزيد وزيد ولكن الناس اللي كيتعاملوا بجرعات كبيره وعشوائيه في الهرمونات وما كاين لا التحاليل لا اللي يقولوا دير هادي اللي شاف عطاها ليا ديكا عطاها ليا سلاوي باقي لك واحد دوميري اراه فؤاد باقي عطيني ندخلو شي الناس اللي كيستعملوا هكا كيمشيو بكري حيت مكلخين في هذه الرياضه هذه وهذوك هما اللي كتحير معاهم ما علينا الهرمونات كدير مشاكل ديال الجاينو كدير مشاكل ديال البروستاج كدير مشاكل ديال ضعف الشهوه الجنسيه كدير مشاكل حتى في الخلفه والحيوانات المنويه في الستريس كيولي انسان عنده نسبه العدوانيه عاليه كدير بزاف المشاكل النفسيه وجسديه للانسان الا كانت العشوائيه حاضره 100% فهمتي دابا شنو كاين على الاقل من عماك الله كنتي طلع تجيب واحد ثلاثه القرعات ديال الهرمون تحطهم هنايا وطلع بجغط علينا دوك التبجغيط ديالك ديال ها ما ها مستحيليش تنص في رمضان وسير حيت انت اصلا باغي تهضر باغي تطلع اليو في وما بغيتيش دير محتوى سير قلب لك على شي حاجه النمله كيفاش كتولد قلب لك على القرد كيفاش كيطلع الشجره قلب اي حاجه نتوما اصلا كتهضروها في الفيديو ما عندكمش شي واحد شي حنا راه الدومين ديالنا دراسات وعلم وكاين شي حاجه اللي كتجدد كنمشيو نقراو عليها باش نبقاو شادين ومع ذلك بعد راه صنعوا على محتوى العام كنهضروش عليكم حنا مع بعضياتنا حنا مع بعضياتنا تا جدك اصاحبي جدك داير فيها فقيه
هادوك اللعابه ديال كمال اسلام اللي وريتك دابا منين جابوا دوك الاولاد؟ ياك دابا انت كتقول ما واخا انت حطيت شي مكملات ماشي شهر ما. نصيحه مني انا كواحد الكوتش من ولاد الشعب، وانما غنبارطاجي معكم شي حوايج بحال دابا هاد الامور هادو ما يستاهلش نجي انا نهضر نقول انا اللي كاين راي واحد يحللهم، ولكن انا كندير ميساج للوليدات مكملات اللي حطت السيد او فيتامينات او معادن ما غيأذيوك ما والو، غير الاستعمال يكون بطريقه صحيحه وما تدوزيش بزاف اللي يجيب لك الله، كل ما دوزيتي راه غادي تكبر راه غلط. ولكن هاد الامور هادو اللي هضرنا عليهم اللي هما المكملات ما عندهم حتى علاقه بالجهاز التناسلي ولا بالخلفه ولا حتى شي حاجه، بالعكس كاينه فيتامينات اللي كتعاون وكتساعد في انتاج التستوستيرون او في زياده مستوى التستوستيرون للانسان. اما الهرمونات فعلا كتادي بك لواحد الطريقه قاصحه وخايبه، وحتى الناس اللي في اوروبا او في الدول الناميه كما كنقولوا عندهم فلوس وعندهم مقدور يديروا الطبيب ويديروا التحاليل ويديروا الكوتش يمشي مع الامور، ومع ذلك يكون الريسك وكتكون الوفاه نطلبوا الله السلامه وكيكونوا بزاف الحوايج، فما بالك وحنا اللي في البلاد الدراري على قد الحال. فكاين الناس اللي كيعرفوا ناس قدام في اللعبه كيعاونوهم ويمشيو، وكاين الناس اللي كيتعاملوا بعشوائيه فلا حول ولا قوه الا بالله. فالمكملات كنعاود لكم والفيتامينات والمعادن بالعكس راهم مزيانه لك كواحد الانسان محب لهذ الرياضه، باغي تريني باغي دير فورمه زوينه تبان عليك سبورتيف، عيش الحياه ما تعمرش راسك بالتفات، وهذا هو البلان. ما بقى لي الا الدراري نقول لكم اعانكم الله، نهار واشر مباركه وعيد مبارك ان شاء الله مسبقا.